في كتاب فن الإغواء السلطة الأكثر هيمنة عبر التاريخ تجد السر الذي اعتبره الكاتب روبرت غرين السبب في نجاح العديد من العظماء في تاريخ البشرية، سواء الشخصيات الأنثوية التي وضع تحت مسمى المرأة الحورية أو سلطة الإغواء، ولكن في شخصيات ذكورية تقع جميعها تحت نمط الشخصية الكاريزماتية. الكاريزما، وفق الكاتب، الكاريزما أو المغناطيسية هي طاقة تنبع من خصائص داخلية، منها الثقة بالنفس، الطاقة جنسية، والإحساس العالي بالتصميم والإطمئنان. كل هذه الخاصيات تخلق حضورا مثيرا وتقدم لنا ما نسعى إليه ونثق إليه كبشر. الكاريزماتيون من خلال إيماءاتهم وحركتهم يجعلون الآخر يشعر بأنهم متعدد المواهب ويمتلكون قدرات فوق قدرات البشر، لأنهم يعرفون كيف يظهرون جاذبيتهم من خلال التحديق الثاقب والخطابة النارية وهالة الغموض التي يحيطون بها أنفسهم. فبنفس السهولة التي يمكن بها أن يوقعوا امرأة في حبهم، يمكن لهم أيضا الإغواء على نطاق أوسع، فيجعلون حشودا وجماهير تقع في حبهم ويكون لهم أتباع ومريدون. عادة ما يكون الكاريزماتي مفعما بالحياة والرغبة والتيقظ، مظهره شبيه بمظهر العاشق، وهو المظهر الذي يثير الإعجاب فورا، فيتبع الناس الكاريزماتيون لأنهم يحبون أن يقادوا من قبل أناس لهم إيمان عميق بقضية ما، ويجدون أنفسهم في خدمة قضاياهم بسبب تعلقهم العاطفي اللاواعي بهم، فيكرسون أنفسهم لهم بكل فرح وحب. الكاريزما قوة تلعب على الأوتار الجنسانية المقموعة، فهي تخلق شحنة من الإثارة والشغف، كما أن لها علاقة أيضا بالدين، فجذور الكلمة تقود إلى الدين، فالدين جزء لا يتجزأ من الكاريزما القديمة والمعاصرة. يشير روبرت غرين إلى أن الكاريزما لا تتكرر في أناس يمتلكون نصف الصفات، فهي تتقولب بطباع وصفات متنوعة ومتضادة أحيانا، فيمكن أن يكون صاحب الكاريزما ثرثارا أو من النوع الصامت غاضبا أو من النوع المسالم، ولكنك ستميزه حتما من بين 100 شخص مهما بدر منه من سلوك. ولذلك يقسم الباحث الكاريزماتيون إلى عدة أنواع، سنقتصر على 3 منها فقط. النبي المجترح للمعجزات. أشرنا أن عنصر الدين موجود في الكاريزما، فهي كلمة إغريقية تحيل على الأنبياء والمسيح نفسه. ووفق المسيحية، الكاريزما تعني النعمة أو الموهبة التي تقدمها العناية الإلهية لشخص مختلف إظهارا لوجود الله. كذلك أن معظم الديانات أوجدت من خلال شخص كاريزماتي، ويكون هذا النوع من الأشخاص شخصا تظهر عليه علامات الرحمة الإلهية، فيبدو أنه متملك من قبل روح سماوية، ويتكلم بنشوة دينية، ويعبر عن رؤى مكتفة ومشحونة روحانية، فيظهر كإنسان متفرد اصطفاه الإله لتميزه، فيحظى بسلطة كبيرة على الآخرين. ويستدل الكاتب في هذا النوع من الكاريزماتيين بمثال النبي موسى الذي رافقه أتباعه إلى خارج مصر، وبقوا مخلصين له بالرغم من طوافهم اللانهائي في الصحراء، لأن كلمته كانت ملهمة ووجهه أضاء بالمعنى الحرفي حين نزل من جبل سيناء، إضافة إلى تحليه بخصال التواضع والهدوء والدمثة. كل هذه الأشياء أعطته المظهر الوقار، وبأنه على تواصل مباشر مع قوى أعظم من البشر، فكانت مصدر هيبته وإشعاعه. المصدر الديني
هو جزء من الإشعاع الكاريزماتي، ذلك أنها تجعل الشخص يشعر بخاصية داخلية ذات مسحة من القداسة والروحانية. وحتى في عالمنا العقلاني فالناس دائما يتوقون لتجربة دينية، لا سيما على المستوى الجماعي. هذا النوع من الكاريزما يدغدغ الرغبة بالإيمان، ولا يوجد شيء أكثر إغوائية من إعطاء الناس شيئا يؤمنون به. المخلص. عبر السنين صار الناس يتولون زمام السلطة ليس عن طريق الحق الإلهي، وإنما بسبب فوزهم بالأصوات. وقد لاحظ عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر مع بداية القرن العشرين ظهور كاريزماتيين أكثر من أي وقت مضى، ويعتبر أن الأمر الذي يميز الكاريزماتي المعاصر هو ظهور خاصية استثنائية في شخصيته مكافئة لعلامة إلهية. ويشير روبرت جري أن هذه الخاصية موجودة في كل من لينين ونابليون وعدة أسماء أخرى. هؤلاء الرجال لم يتحدثوا عن الله، وإنما تحدثوا عن قضية كبرى اختلف موضوعها باختلاف العصور، قضية سماها الكاتب رؤى جديدة لمجتمع الغد، لأن هؤلاء الشخصيات امتلك جميعهم أفكار مستقبلية لتغيير وضعيات مجتمعاتهم، فأرادوا تغيير مساوئ واقعهم وتحسين ما يمكن إصلاحه. كلامهم كان عاطفيا وعقلانيا، وبدأ أن ممتلكون ومجذوبون من قبل قوى عظمى تجعلهم مسؤولين عن مشاكل البشرية. تفاعل الجمهور مع هذا النوع من الرجال بنفس النشوة والسعادة التي كان يتفاعل بها مع الأنبياء. فعندما توفي لينين سنة 1924 تشكلت حول ذكراه جماعة من المعجبين والأتباعين المغالين، وتحول من قائد شيوعي إلى معبود. في خضم الفوضى التي عاشتها روسيا بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918 ظهر لينين البالغ من العمر 47 عاما، ولم يكن ذاك الرجل المثير للإعجاب جسديا، فقد كان قصير القامة وغير جذاب الملامح، إلا أنه مضى يخطب في الجماهير بكل ثقة، وكرر نفس الرسالة البسيطة: أنهوا الحرب، أسسوا للبروليتاريا، أقضوا على الملكية الخاصة، وأعيدوا توزيع الثروات. كان خطابه في غاية الثقة والتصميم، لم يفقد هدوءه وربطة جأشه، وتعمد أن يفضح الزيف في مواقف خصومه. أعجب العمال والجنود بحزمه، لا سيما عندما عرض نفسه للخطر والمغامرة، فالناس يحبون رؤية شخص يقتحم المخاطر، كما أن المغامرة تجذب السائمين والضجرين. ولذلك كما حرص نابليون على أن يشاهدوه جنوده وهو في قلب نيران المعركة، مشى لينين في الشوارع دون حماية بالرغم من التهديدات بالموت التي كانت تصله آنذاك. وقت الشدة والاضطراب يبرز الكاريزماتي المخلص، فالأزمة تسمح لهم بإبراز جرأتهم وتعزيز هالتهم، كما أنهم يعلمون أن التراجع والجبن سيدمر ممارسة دار الكاريزما. لا نغفل طبعا عن دور الهالة المسرحية التي يحيط بها الكاريزماتي نفسه، والتي تبرز من خلال خاصية من خلال النبرة الثاقبة. فنظرة فيديل كاسترو كانت تجبر معارضيه على الصمت، أما نابليون فقد أمضى ساعات أمام المرآة وهو يسوغ نظرته على غرار نظرات ثلما ممثل مسرحي مشهور آنذاك. وليس المقصود بالنظرة هنا أنها نظرة عدائية، ولكنها نظرة الرضا والثقة. الخطيب المحاضر.
الكلمات هي الطريقة الأسرع لخلق الاضطراب العاطفي، فالكلمات تستطيع أن تستنهض، تهدد، تثير الغضب، وهي السلاح الكاريزماتي الخطير. ويعرض الكاتب في هذا النمط مثال مالكوم إكس. كان مالكوم إكس واسع الاطلاع بفضل مطالعاته الكثيفة، إضافة إلى أنه كان فصيحا. كلماته وإيماءته تتسم بالغضب، وقد شاع نجمه أثناء فترة التي عانى فيها السود في الولايات المتحدة ظلما كبيرا. في تلك الفترة كان مالكوم إكس يوزع الإعلانات ويخاطب الشباب ويقف أمام الكنائس مشيرا إلى الواعظ قائلا: هو إله البيض وأنا إله السود. بدأ الناس في الاستماع إليه. كان يطلب منهم بكل ثقة أن يمعنوا النظر في ظروفهم الواقعية. كان يقول: انظروا إلى الرجل الأبيض كيف يعيش، انظروا إلى وول ستريت الخاصة به. عندما كان مالكوم إكس يتحدث لم يكن يقرأ من نص مكتوب، بالرغم من ذلك تميز خطابه بالسجع والحجاز والاستعارات المكثفة. نظر إلى أعين الجمهور مباشرة وهو يشير بأصبعه إليهم. غضبه كان جليا في نبرة صوته وطاقته الجبارة، وحين تحتد لهجته تنفتح عروق عنقه، ومع ذلك كان متماسكا وغير متلحتم، فصحته كانت فطرية إلى حد كبير. العديد من القادة السود استخدموا كلمتهم بحذر، وطلبوا من أتباعهم أن يتعاملوا مع أوضاعهم بصبر. أما هو فقد خسر من الجميع، ولم ينجو أحد من تهكمه، حتى الرئيس نفسه، إذ كان يقول: إذا كان البيض عنيفين فيجب أن يرد عليهم بلغة العنف، فهي اللغة الوحيدة التي يفهمونها. العدائية شيء جيد، وقد اضطهدت وكتبت لمدة طويلة. كلمته كانت تعبر عما يختلج في صدر جمهوره، وعلم جيدا كخطيب كيف يستنهض هذه المشاعر بكلمته الموزونة، فصار الناس جميعا بنفس الغضب. وينوه الكاتب أن مالكوم إكس كان كاريزماتيا على غرار النبي موسى، فهذا النوع من الكاريزما يستمد من العواطف القاسمة والسوداوية التي سببها الظلم والاضطهاد، فيكون الخطاب بمثابة فك اللجام عن فرس محبوسة فتركض بكل جمالية وحشية. رغم كل هذه الإيجابيات، فإن الخطر يهدد الكاريزماتيين، يتمثل في صعوبة المحافظة على الكاريزما لوقت طويل، فالكاريزما نفسها تتأتى من السرعة وتطاير الانفعالات متأججة، لذلك تكون لحظة الهدوء التي تليها شبيها بما يسميه علماء النفس بالأعياء الجنسي أو الشهواني، وهي اللحظات التي يشعر فيها الفرد أنه متعب ممتعد ويتسلل إليه الوقت. وهذا هو نفس التهديد الذي يحيط بالكاريزماتيين، فغالبا ما يستأثر الكاريزماتي بحب الناس من خلال لعبه دور المخلص والمنقذ، لكن بما أن يشعر أتباعه بالأمان حتى تصبح الكاريزما أقل جاذبية. لذلك يحافظ الكثير من الكاريزماتيين على استمرار الخطر، مثل فعل كل من كينيدي وشارل ديغول. ولكن هذه الوضعية أيضا تثير حنق الجمهور وسأمهم. فالحل إذن وفق فن الإغواء هو أن يحافظ الكاريزماتي على سياسة التوازن وضبط النفس، فعندما تنتهي المغامرة من الممكن أن يركن إلى الروتين فيضعف الحرارة، لكن دون أن يطفئها. وربما كان هذا مخطط الزعيم السياسي روبسبير قبل أن يتم اغتياله أثناء إلقاء آخر خطبة له أمام جمهوره العاشق الذي تحول خلال برهة من الزمن.
إلى جمهور غاضب ووضع عنقه تحت المقصلة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.